بقول لك انه دائما الله كان معايا. كان شبه انهيار بالنسبه لي في تلك المرحله. كنت معتمد اعتماد كامل على مكافاه الجامعه، ما عندي غيرها دخل. الان انتهيت وتخرجت، طيب انا كيف حصرف؟ كيف حعيش؟ كيف حسوق سياره؟ كيف؟ بالصدفه كلمني صديقي يشتغل في جريده المدينه، قال لي تعال شيخ زورنا طالما انك في جده وموجود. رحت له في جريده المدينه وانا عنده بنشرب الشاهي، دخل علينا نائب المدير العام الاستاذ احمد الغامدي، رجل فاضل الله يذكره بالخير. جلس يسولف معانا وتكلم شويتين، عرف انه انا دوبي متخرج من الجامعه، بدا يسالني بدا يكلمني، قال لي عندنا وظيفه تبغى تشتغل؟ قلت له اكيد. ما مرت كم يوم الا انا في وظيفه في جريده المدينه. ايش كنت شغال معاه؟ مدير التوزيع والاشتراكات. مدير حتى واحده على ما يقولوا، يعني كانت بالنسبه لي وكان الراتب حوالي 7000 ريال، هذا كان ثروه بالنسبه لي. جريده المدينه لها مكانه كبيره في قلبي لانه انتشلتني في لحظه وفي وقت، في لحظه انهيار، في لحظة انهيار بمعنى الكلمة. حتى الراتب كان جزء منه بدل مواصلات، لكنهم سلموني سيارة قالوا استخدمها، كان عليها شعار كبير جريدة المدينة على الباب. كنت أحس وأنا بسوق السيارة أنه جريدة المدينة هذه يا سلام، يعني بحس بإحساس غريب. انتقلت بعد كذا للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهذه كانت النقلة الثانية اللي قضيت فيها حوالي 20 سنة متنقل في مجموعاتها. بعد حوالي سنة تقريبا من عملي معاهم أرسلوني لأمريكا. أرسلوك ليش؟ مساعد مدير عام المكتب هناك. رحت لواشنطن دي سي. المكتب في واشنطن دي سي يبعد أمتار عن الوايت هاوس، عن البيت الأبيض. كنت أنزل أتجول أشوف البيت الأبيض، في الجهة الثانية مبنى الكونغرس، مبنى الخارجية، الجهات الحكومية. بدأت أمشي شوية، بديت أكتشف أشوف عدد الجامعات الموجودة في المنطقة الصغيرة هذه، جامعة جورج واشنطن، جورج تاون، جون هوبكنز، هوارد يونيفرسيتي، كاثوليك يونيفرسيتي، هذه كلها في منطقة محدودة. وأنا لا زال داخلي الرغبة في إكمال دراستي. طلبت قبول وبديت أبحث عن قبول، ليش ما أعرف؟ بالتأكيد أني ما حأقدر أني أتحمل التويشن، المصاريف الدراسية من أغلى الجامعات، ولكني طلبت قبول على الأقل، أبغى أحس قبول في يدي. لما جاني القبول، قبول الماجستير في جامعة، قبول للماجستير في الأمريكان يونيفرسيتي، الجامعة الأمريكية في واشنطن. ولكن جاني القبول من هنا في تخصص الكمبيوتر ونظم المعلومات، وطلبوا مني الشركة، خلاص قالوا انتهت السنة، لازم ترجع. يا ناس يا جماعة اتركوني بس أكمل بس السنتين هذه. قالوا والله صعبة وكانوا معذورين يعني، ولكن أنا بالنسبة لي ما قدرت. فلما رجعت قلت سلام عليكم، بعت سيارتي. بعت سيارتي بأول سعر جاني، خلاص ما عندي وقت أني أدور أفضل سعر، وأني جمعت كل اللي أقدر أجمعه، مستحقات نهاية الخدمة، حسبت الحسبة كم أحتاج عشان أخلص السنتين هذه بأقل مصاريف ممكنة، كم التويشن، كم حدفع في البيت، كم حدفع في الأكل في الشرب. ورحت وسكنت في الغرفة هذه اللي شفتها، الغرفة الصغيرة لأنها جنب الجامعة، كانت صغيرة مرة، صغيرة وما فيها تكييف ولا فيها سخان. كنت لما أذاكر ولا لما أنام في البرد أشغل البوتاغاز، أفتح الباب، ما في مطبخ طبعا، في بوتاغاز وثلاجة في الممر، أشغل البوتاغاز عشان يدفيني. بدون مبالغة كنت أقضي أيام، لما أروح السوبر ماركت عشان أجيب أكل بأجيب رز والدجاج اللي هو المخفض والموز اللي كان في العلبة اللي هو أرخص شيء. ما كنت أصرف في الأكل والشرب، ما أستطيع أني أصرف أكثر يمكن من 50-60 دولار. يعني التلفزيون الموجود هذا يعتبر رفاهية، هذا رفاهية بالنسبة لي. قبل تخرجي تقريبا بفصل تقريبا نقصت الفلوس علي، خاطبت الشركة، يا جماعة سلفوني 30,000، أحتاج 30,000 ريال عاجلة عشان أقدر أكمل. تتكلم عن المجموعة السعودية؟ على المجموعة السعودية، نعم، على تحديدا الشركة السعودية للتوزيع. المدير العام رفض، رغم أنه أنا كنت بأدفع بيستقطع من راتبي شهريا
لدعم الموظفين المحتاجين. قلت طيب أنا الآن محتاج يا جماعة احسبوها على يدين، ما حصل الشيء ذا. فكتبت للسيد سعود حافظ اللي ما أخذ منه الموضوع يمكن أيام إلا والمبلغ عندي. هذا كان فرج من الله ثاني خلاني أضمن أنه أنا حكمل دراستي. الآن اطمنت أنه أنا حكمل الماجستير. الماجستير هذا كان موقف شهم منه من المجموعة، موقف شهم. وسيد سعود حافظ يعني رجل شهم. تخرجت من الجامعة، وقبل ما أرجع جاني اتصال من المجموعة قالوا لي أنت خلصت دراستك ولا إيش بتسوي؟ قلت نعم. قالوا طيب عندنا لك وظيفة في واشنطن. وظيفة في واشنطن؟ إيش الوظيفة هذه؟ قالوا مدير المكتب في واشنطن. أنا وظيفة مدير هذه؟ أنا إنسان لسه في بداية حياتي والحمد لله. وفعلا بدأت أشتغل في المكتب اللي أنا أعرفه، اشتغلت فيه سنة قبل كذا، وبدأت أقدم للقبول الدكتوراه. حاولت في البعثة كثير في وقتها ما جاتني، ولكن بعد كذا انضميت للبعثة مع المجموعة الطلبة السعوديين كلهم. لما انضموا للبعثة أنا كنت واحد من الأشخاص، فأصبح عندي وظيفة وعندي بعثة ورزق من الله ما كنت أحلم به. وكملت الدكتوراه في أي تخصص؟ كملت الماجستير الثاني على حسب ماجستير ثاني في العلاقات الدولية من جامعة جورج واشنطن، وبعدين كملت الدكتوراه من جامعة هاورد في الاتصال الجماهيري والإعلام. قبل ما أرجع يعني خلاص خلصت الدكتوراه مبسوط الحمد لله، وجاني اتصال إنه الله يرحمه ويسكنه الجنة الأمير أحمد بن سلمان طلب إنه يشوفني، وتحدد لي موعد معاه إني أروح له في لوس أنجلوس، ورتبوا لي الحجوزات ورحت وقابلته للمرة الأولى في حياتي، مقابلة لا يمكن إني أنساها أبداً. عرض علي فيها إنه أنت الآن خلصت الدكتوراه اللي عندك، أنت ألفت كتاب عن الإنترنت، عندك ماجستير في نظم المعلومات، اشتغلت في الإعلام، عندنا شركة الأفق لنظم المعلومات والاتصالات الذراع التكنولوجي للمجموعة، نبغاك تصير المدير العام ليها. مدير عام يعني واحد من التنفيذيين في المجموعة. أبدا. وحصل ورجعت واشتغلت في الشركة، وأسسنا أول شركة من أوائل شركات الإنترنت في المملكة.